اذكر أم اذكر ترى اذكر نوع من سباقات الركض لمسافات طويلة. هي دقت رأسا طلع الضوء عندي. شو تقولين؟ السيارات. السيارات؟ يا سلام السيارات. رولا نوع من سباقات الركض لمسافات طويلة. السيارة تركض؟ لا لا ها؟ السيارة تركض؟ شيني هاي لو قالت لي عيد السؤال شارع عيد السيارة. بس أنا خفت أقول لك شنو؟ لا ما يصير. بس يقول لي قاعد ينطغش فالسيارات غلط. إذن شو تقولين ست هيفي؟ 1400 متر. 1400 متر. 1400 خلينا نشوف. 1400 متر خطأ. ماكو هذه المسافة 1400. أكو مسافات أخرى. نقول اذكر نوع من سباقات الركض لمسافات طويلة. وش تقول أخ وسام؟ أخ وسام ها؟ بس أعيد لي السؤال. عجيب أعيد لك السؤال. إيه بلا سهم علي. لا عد وين سنة تبدعت يقول لي وين سنة وين تفكر؟ لا دعتي لا تديات والله أنا بدعوه. قلت وقلت هي والله ما كنت منتبه بس على رواتي لي السؤال. لازم تنتبه أنت الآن بالهيتي بالبؤرة. اذكر نوع من سباقات الركض لمسافات طويلة. الأسد. ها؟ الأسد. الأسد؟ يا حبيبي يا أبو خميس يا حبيبي يا أبو خميس يا حبيبي يا أبو الأسد. ها؟ خطأ. الأسد. أنا طبعا برج الأسد لذلك ويا هلا بالأسد ويا هلا يا هلا. وسام وسام أنا متأكد الأسد يركض فد 3500 مليون كيلومتر. بس أنا رايد مو ركضة لحيوان، ركضة لإنسان بني آدم عنده رياضة اسمها سباقات الركض لمسافات طويلة. أنا أخوك أنا أخوك. أها وأحمد شو تقول؟ شنو هاي؟ السباق الماراثون. ايش بيكم لا؟ ايش بيكم؟ سباق الماراثون. الماراثون. وسام شنو الأسد؟ بس قول لي أردفتي اليوم ما أطلع منها إذا ما تقول لي شنو الأسد. شلون افتهمت وعدت لك السؤال آني إذن